حدا الصبح لما بيصحى ما بتعرفي كم قرار ممكن صحيح. يتخذ او يفكر انه هو بده يتخذهم. كثير من الاشخاص اول ما يصحوا الصباح او قبل يمكن ما ينطلقوا على عملهم بيفكروا بعده قرارات بدهم ياخذوها وبيترددوا، واكيد بيختاروا او بيحتاروا بين خيارين وبالاخر ما بيختاروا شيء لانه التردد هو بيكون سيد الموقف، والحذر اكيد الحذر والتردد مطلوب ببعض الخيارات يلي بتكون مصيريه، ولكن في اوقات لازم نكون حاسمين اكثر ونتخذ قرارات صارمه. صحيح عفاف، بلشتي وقلتي انه كلياتنا الصبح مجرد ما بنقوم من النوم ناخذ قرار. تمام. مجرد انه فقنا رحنا لمكان معين هذه قرارات بسيطه. تمام. ما بنفكر فيها كثير ولا بنعطيها هي الاهميه، ولكن الحقيقه اي تصرف بنعمله هو بالنهايه اتخاذ قرار. شو بدنا نساوي، شو بدنا نعمل، بيختلف القرار لما بيكون بأمورنا الخاصة وأمورنا المهمة. ممكن نتردد وهون بيكون المشكلة، هل التردد هون مسموح أو لا، هل هو إيجابي أو سلبي، أيمت بيكون ترددنا عند الحد المقبول وأيمت بيكون تخطى الحدود المقبولة وأصبح بيأثر على حياتنا وعلى قراراتنا. كل هاي التفاصيل وغيرها من الأسئلة رح طبعا نسألها على ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة رهف تسابحجي استشارية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا هلا. صباح الخير أستاذة رهف وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي شيء طبيعي ممكن يصير معنا كلنا نحن كبشر، أنه نتخذ قرارات نعمل شوي منا شوي الثاني نتردد فيه أو نخاف أنه نتخذه، ولكن في قرارات أوقات تكون هامة ومصيرية ولا أثر على مستقبلنا، هون كمان بنقع بفخ التردد والحذر الزايد. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طيب خلينا نحكي بداية أنه ليش بصير عند الإنسان التردد أو شو الأسباب. هلأ في عنا سببين أساسيين يعني هن تكوين الشخصية، وتاني شيء هي منظومة التربية. فلما في بعض الأشخاص هن بطبيعتهم هيك بيجوا بالولادة بيجوا معهم حالة من الخوف، حالة من التردد، تلاقي وقت ما بيكون صغير بياكل هم، يعني وقت ما بده مثلا يوقف يمشي أول خطوة بيضل قاعد متخوف آكل هم. في أشخاص لا هن اندفاعيين وبيمشوا ما عندهم مشكلة بتلاقيهم عم يخوضوا المخاطر حتى منلاقيهم. فالتردد ببلش من أول مراحل عمرية، فلما الأهل إما بتعزز هذا الموضوع أو بتغيره وبتعدله بنمط شخصيته، فهذا الشيء يلي بيأثر بعدين بسلوكه بالمستقبل. فلذلك مهم جدا انه من وقت ما بيكون الشخص او الولد او الطفل صغير ينتبهوا الاهل لهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي على بعض الشغلات اللي هي بتصير مع الطفل ببداية حياته وهي اللي بتأثر عليه. مثلا الولد بيكون عار اغراضه لحدا من رفقاته، فبيرجع البيت ياكل بهدله. ليش؟ لانه هو ما اخذ براي مثلا امه او اهله بهذا الموضوع، فهذا الشيء خلاه انه هو لما اكل الخناقه فخلاه انه انا معناته ما لازم اتخذ اي قرار، ولا وحتى اذا كان بسيط لانه رح اكل خناقه بالنهايه، فبلش اخر شيء خلص ما بيعرف يساوي ولا شيء. فاي فكره اي قرار بده يتخذه اي مشكله عنده دائما بيرجع ل مرجع الطفولة. تمام. إما أهله بيكونوا أو أوقات رفقاته. هلأ كمان في عنا مشكلة إنه هذا الشخص المتردد بتلاقيه يعني ممكن يكون حتى بأبسط الأمور تلاقيه يعني متردد، تبع وين بتحب تروح؟ ما بعرف. طب تروح لهون؟ ما بعرف. طب جعل بالك هيك؟ كمان ما بعرف. تلاقيه عنده حالة من اللخبطة، لخبطة بالمشاعر، لخبطة بالتفكير، عنده حالة من الخوف. أكثر سبب بيخلي الشخص انه هو يكون متردد هو حاله الخوف، الخوف من المستقبل. اذا انا اخذت هذا القرار شو حيصير؟ هل حيكون قرار صائب ولا حيكون قرار خاطئ رح اندم عليه طول حياتي؟ اكيد. بس استاذه رهف كمان خلينا ما نغفل شوي دور التربيه والتنشئه بهذا الموضوع. يعني حكينا سابقا بفقرات عن الاطفال وقديش ممكن بعض سلوكياتهم بتتاثر هن كيف بينشأوا، اذا انا بعطيه المبادره بخليه يفكر بالمسؤوليه، يفكر يسال ياخذ قرار، اكيد هذا الشيء بيختلف. صحيح. يعني اليوم لو حسيت انه طفلي شوي متردد انا بقدر شجعه بعطيه ثقه بنفسه، فقد ايه مهم ايضا بهذا الموضوع دور التربيه. لما الاهل تبلش تربي الولد على اساس انه هو يبلش يتخذ قرارات لو بشغلات بسيطه، يعني على مبدا شو يلبس،
اوكي انت اختار، او اعطيه خيارين هو يختار منه. فهذا الشيء بخليه يبلش يبني شخصيه صحيحه بعيده عن التردد، ببلش بيتخذ قرار. لما ببلش تعطيه خيارات، مثلا امه بتقول له اوكي القرار عندك، انت روح ساوي اعمال. فهذا الشيء بخليه يكون شخص انه هو يبلش انه يعرف كيف يتخذ القرار الصحيح. اوقات لما يتخذ قرار خاطئ، وخاصة خلونا ندرب أولادنا وقت ما بكونوا صغار، ايه يخطئوا. لما بيخطئ هذا الشيء بخليه يتعلم. دائما الإنسان بيتعلم من أخطائه، فيخطئ لما يكون صغير لأنه بتكون الأخطاء بسيطة، أحسن ما يخبصها لما يكبر. فلذلك كتير مهم أنه الشخص أو الأهل دائما يربوا أولادهم على أساس أنه كيف أنت تعرف تحل مشاكلك بطريقة صحيحة. طبعاً في آليات، لذلك دائماً دائماً أنا بقول الأهل لازم يتعلموا قبل ما يجيبوا أولاد. هذا الشيء دائماً بيخليهم أنه هن يكونوا لما يربوا أولادهم يربوا أولادهم بطريقة صحيحة. هن بيتعلموا بالأولاد. تمام تمام. هذا اللي عم بيصير حالياً. صحيح صحيح. وهي المشكلة أنه هن لما بيتعلموا بالولد بيقولك إيه حاجة بقى، شو التربية؟ والله التربية شغلتها يعني والله مو سهلة. إيه بس هي يعني أوقات فكروها شغلتها سهلة، لكن لما بفوتوا المعركة، وإمتى بيكتشفوا هدول الأخطاء؟ لما الولد مثلا بصير بفترة المراهقة، لما بصير مثلا بكالوريا بالجامعة. هلأ كتير مثلا ما الطلاب بطريقة أنه شو الاختصاص يلي هن لازم يختاروه بشكل صح. لذلك كل إنسان وكل شاب بحس حاله عنده تردد لازم يعرف أنا من شو متردد بالضبط، ليش متردد، وشو الإجراءات اللي لازم قوم فيها لحتى اتخلص من حالة التردد. هذا اللي بدنا نعرفه منك استاذة رهف. اليوم لما انا بده يكون عندي قرار مصيري ورح يأثر على مستقبلي لقدام، انا كيف اذا انا بحالة توتر وقلق دائم، واذا بدنا نقول في اشخاص بتسميه حذر، انه الحذر واجب واللي بيحذر بيسلم من هذا الحكي. صحيح. طب انا على المحك ولازم اختار هلا هذا القرار المصيري، كيف ممكن انا اتعامل مع التردد او الخوف يلي موجود؟ هلا في اشخاص بتحب تاخذ قراراتها تماماً بشكل شخصي، خلص انا ما بدي حدا وما دخلني بحدا. طبعا كمان هي غير صحيحه، لانه اوقات كثير ممكن يكون في جوانب اخرى ما يكون شايفها. لذلك كمان الانسان لازم يستشير، يشوف، ياخذ، يقرا، يتثقف، يعرف اكثر عن هذا الموضوع. لنفترض هلا بده ياخذ اختصاص الجامعي تبعه، كثير مهم انه يقرا عنه، يعرف تفاصيله، يعرف انه شو الشغل يلي بده اياه، ليش انا بدي اتخذ هذا القرار، شو الشغلات اللي هي بتناسب شخصيتي. ممكن يروح يعمل استشاره، يعمل دوره بهذا الموضوع، فيحط ورقه وقلم. الورقه والقلم كثير بتساعد انه احنا نكتب شو هي نقاط القوه اللي عندي، شو هي نقاط الضعف، شو عندي الفرص، شو في عندي تحديات، شو نمط الشخصيه تبعي، شو الشيء اللي بيناسبني، هل هذا الموضوع او هل هذا القرار حيكون مناسب بالنسبه لي. صحيح. لما بلش المده الزمنيه له كمان. طبعا طبعا لما كمان بيترك فتره زمنيه طويله، لذلك الانسان دائما بيقول خلص معي وقت يلا بعدين، وبلش بيتهرب. طبعاً. الانسان المتردد بيحاول يتهرب من تحمل المسؤوليه، لذلك بحط اوقات لما ما بيتخذ القرار بيخلي غيره يتخذه كرمال اذا هو ما طلع صح، فبحط الحق على غيره. هلا كثير من الناس عندها المثالية وحب الكمال، وهيدا الشيء بخليهم دائما يكون عندهم خوف وتردد انه هن ما يقوموا بهذا الشيء. بركي ما طلع ظابط، بركي ما طلع منيح، بركي ما طلع بيرفكت، بركي العالم حكي العالم، اهم شيء حكي العالم. في ناس كثير بتخاف من رأي العالم، شو بده يقول العالم عني؟ معقول يعني انا اذا اخذت هذا القرار رح يحكوا عني كذا وكذا وكذا وكذا؟ ولا، وهي الحاله بنسمعها بابسط الامور. صحيح. يعني اذا اثنين تخانقوا ما بيهم يحلوا المشكله، بس بيهم صوتهم ما يوصل لبرا والناس تسمعهم انه هن عم يتخانقوا، بس مو المهم شلون بدهم يحلوا المشكله اللي هن فيها. صحيح. الخوف من النظره، نظره الاخر لي، يمكن بتخلينا بوقت من الاوقات نتصرف وناخذ قرارات بنظلم فيها نفسنا. مزبوط. ما بنعرف ايمت لازم نقول لا وعلى شو لازم نقول ايه، وبالتالي بنحس بنوصل بفتره معينه نحن مستهلكين. صح. عم نقدم كل شيء الاخر بده اياه بغض النظر اذا كنا نحن عندنا هي المقدره او ما عندنا اياها. لهيك شو هي الاليات اللي بتنصحي فيها اليوم الاشخاص اللي ممكن يتدربوا على اليه صنع القرار بحياتهم؟ هلا لما يفوتوا بمشكله يحاولوا يطلعوا منها ويشوفوها من برا.
هي اول نقطه، لانه الانسان قد ايه صعبه بس هي طبعا بس كان لكن بالتدريب ممكن الانسان يقوم بهذا الشيء، انه هو يحمل حاله يطلع لبرا، تمام، يشوف المشكله من برا، يعتبر حاله مثل يحط حاله مكان الاستشاري، انه يحاول. اوقات كثير الانسان بيحسن ينصح غيره وبيعطيهم افكار، لكن لما بتجي لحاله ولحياته الشخصيه بتلاقيه خبص الدنيا. لما يطلع لبرا فبيتجرد شوي من المشاعر، من الاتحاد بالمشكله، فبلش بقى بيشوفها من منظور اخر، بعدين يحط كل الخيارات المتاحه قدامه، ويحط كل خيار انه هو شو في عنده الشغلات الايجابيه والشغلات السلبيه، ويشوف هل انا القدرات تبعي، هل انا الشيء اللي انا بدي اياه، الرغبات تبعي تناسب هذا القرار او هذا. هلا اوقات لما بيكون في خيارات كثيره كمان الانسان بيضيع، لذلك مثلا اذا عنده عده خيارات لذلك يعمل لهم مثلا يصغرهم يقلصهم، كل ما قلص الخيارات بيصير انه الانسان بيحسن يختار ويتخذ القرار بشكل اسرع وبشكل افضل. ثالث شيء انه الانسان لما بيكون مثلا عنده ثلاث خيارات كمان يحط كل واحد، ممكن كمان يستشير هون، لكن كمان بده يستشير يعرف مين يستشير، مو يروح يستشير الدنيا كلها، او يكتب على الفيس مثلا. اكثر شغله اوقات في ناس تاخذ افكارها وقراراتها من ناس على الفيس، معقول؟ يعني منفوت على جروبات بنلاقي كل وحده بتحط مشكلتها وخلي الناس وبتلاقي آلاف آلاف التعليقات السلبية يلي ممكن تخرب لحياتها. صحيح. الإنسان بده يعرف مين يساعده باتخاذ القرار، مين الشخص المناسب. لذلك لما الشخص بحس حاله في عنده قرار بده يتخذه ممكن يلجأ لاستشاري، هذا الاستشاري بحط حسب تحليل شخصيته للمستفيد وبلش بقى بيساعده وبيحط معه عدة نقاط بالورقة والقلم، ما في شيء هيك بشكل عشوائي. ارتباطي. تمام، الإنسان لما بيشتغل بشكل عشوائي بآخر شيء بيحصل على نتائج بتكون غير مرضية بالنسبة له، أما لما بيكون منظم عم يشتغل بشكل صح بشكل دقيق فأكيد بالنهاية حياخد القرار يلي بيكون مناسب له وحيكون سعيد فيه دائما. طيب أستاذة شو رأيك بالأشخاص يلي بياخدوا قراراتهم على نتيجة لأحساسهم، أنه كل المعطيات أنا قدامي بتقول أنه أنا صح والنتائج صح وكل شيء صح، أنا إذا اتخذته بهذا القرار رح يصير كل أموري تمام وما في شيء بيخوف أساساً أو بيستدعي التردد، ولكن أنا حاسة إنه في شيء غلط، أنا حاسة إنه ما لازم يصير هيك، وممكن بعد فترة يكتشف إنه هذا الشيء صح وممكن يكتشف العكس. شو رأيك بهذيك الأشخاص؟ هلا في أشخاص هي نمط شخصيتها إنه هي حساسة، عندها درجة الإحساس عالي ودائما تتبع الحدس تبعها. في ناس لا تأخذ حسب الأدلة والبراهين اللي بتلاقيها. لذلك مهم جدا إنه يكون إنسان عنده حالة من التوازن، إنه أوقات في بعض الأحيان لازم يعني الإحساس تبعنا ممكن يزبط وله أثر طبعا، وكمان الأدلة والبراهين هي أساس. لذلك الإنسان لازم يكون عنده حالة من الاتزان بهذا الموضوع، يشوف انه اوكي انا شو الشيء اللي بين ايدي، تمام، هل بحسن ابني عليهم، وبعدين بقى ببلش بشوف شو المشاعر يلي انا عم حس فيها، شو الحدس تبعي بيقول لي. واوقات ممكن مثل ما حكينا انه استشير حدا يكون موثوق. بس في نقطة كتير مهمة، انه في اشخاص من كثر التردد يلي عندها تقوم عن جد اخر شيء بتاخذ قرار تخبص الدنيا، يعني هون بقى كارثة كارثة. بتلاقيه فجأة اخذ قرار، فجأة رد أخذ قرار تاني، فجأة وكلهم بيضربوا ببعض، وآخر شيء بيأثروا على حياته إن كان بالعمل وإن كان بالدراسة وإن كان بحياته الشخصية وإن كان بحياته العائلية، وهون بقى بتبلش الكوارث. طيب بما أنه حكيتي أنه في كتير أشخاص بيميلوا للاستشاريين وفي أشخاص بيميلوا أنه هن ما ياخدوا، خلينا نحكي عن مشكلة هي موجودة اليوم، بعض القرارات المرتبطة بالشخص بالتنشئة. يعني السيدات بعضهم بيقولوا زوجي ما بياخد قرار إلا لما ياخد رأي أهله أو والدته بالذات أو أخته، على حسب مين المقرب منه من العائلة، وهذا الشيء ممكن يعمل ردود فعل سلبية. صحيح. بغض النظر إن كان الرأي صحيح أو خاطئ، بس بتعمل عند الطرف الآخر ردة فعل سلبية، إنه هذا ابن أمه مثل ما بيسموه، ما بياخد قرار. صحيح. بحياته حتى حدا يقله شو يعمل أو يتدخل فيه. كمان بعض الأحيان
أن وجود طرف آخر عم يتخذ معك القرار ممكن يأثر سلبياً على علاقتك بالأشخاص حتى لو كان قرارك إيجابي مو سلبي. قد إيه بتتفقي مع هالوجهة النظر؟ هلأ الإنسان وخاصة الرجل لازم يتعلم كيف يتخذ قراراته، لذلك مثل ما حكينا أنه الأهل لازم يعلموه أنه أنت الأم تبعد شوي، ما تضل دائماً هي حلالة المشاكل وهو لازم يساوي كل شيء من تحت أمره، وهو هي لازم تكون تبع أنا الاستشاري، بتستشيرني بعطيك فكرة، بس أنت عندك الخيار بالنهاية. صحيح. ولما كمان الشاب يكبر يبلش يعرف أنه كيف ياخذ برأي أهله، تمام، لكن هو يعرف يشوف أنه الأنسب لأله بدون ما كل شوي والتانية لا عمل هيك لا هيك لا هيك، وتلاقيه صار ضايع بين مرته وأهله وبين بقى بتنخبص حياته. مهم جدا أنه يفكر ويختار بطريقة صحيحة وبطريقة مناسبة تكون يعني تعطيه الحالة المريحة بالنسبة له وبالنسبة لعائلته. هذا الشيء دائما بيساعده أنه أنت دائما تشتغل بشكل صح، تتخذ قرارك بشكل صح. لذلك بتمنى من كل أم وأب يتعلموا كيف شو يعني اتخاذ القرار، وكيف يربوا أولادهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بحياتهم. نعم. أكيد بدنا نتمنى هيك من كل الأشخاص المترددين. هو التردد مثل ما حكينا ممكن يكون لازم يكون موجود ببعض المواقف ولازم الحذر، بس لما يزيد عن حده هون بصير لمشكلة لازم نحلها. شكرا لك أستاذة رهف، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك، ونتمنى يكون هيك أعطينا شوية مساهمة اليوم للبعض باتخاذ القرار بحياتهم. شكرا لك. أهلا وسهلا.